دبي المثال الساخر للقرن الحادي والعشرين. فيديو اليوم سيصدمكم بكل المعلومات التي سنذكرها لكم، لكن قبل أن تبدأ الهجوم علينا سنضع لكم كل المصادر التي أحضرنا منها معلوماتنا في وصف الفيديو، اطلعوا عليها ثم ناقشونا في التعليقات. عن دبي قيل إنها باريس الشرق، فهي المعنى الحقيقي لكلمة فخامة. ناطحات سحاب شاهقة، وفنادق من سبع نجوم، وسيارات شرطة لامبورجيني، وبرج خليفة، وجزر النخيل، وبرج العرب، وغيرها من الرموز التي تدل على ثراء دبي الفاحش. ولأن لكل شيء وجهين، قررنا اليوم الكشف عن الوجه الآخر لدبي الذي قد يصدمكم جميعا. لنتحدث في البداية عن أشهر معالم دبي، وهو برج خليفة، أطول برج في العالم، مصنوع من الزجاج والصلب، موجود في منتصف الصحراء، وهو مزار سياحي كبير بالطبع. لكن الحقيقة المرة بشأن البرج أنه في بداية العمل وتشغيل البرج لم يكن متصلا بنظام صرف صحي. لكم أن تتخيلوا مشاهدين أن مبنى بهذه الفخامة يتم نقل الفضلات منه بشكل يومي بواسطة السيارات المخصصة لهذا الأمر. إنها حقا مهزلة. هذا الفيديو يوضح شكل الشاحنات التي تنقل الصرف الصحي للبرج. الآن سننتقل إلى جزر النخيل، وسنبدأ بنخلة الجميرة التي بدأ العمل بها في عام 2001 ولم ينتهي حتى الآن، وهذه أول مشكلة. إذا نظرنا عن كثب سنلاحظ أن الجذع هو الطريق السريع، والأوراق هي شوارع الضواحي الفردية، وفي قاعدة النخلة نرى مولا تجاريا، ويوجد خط سكك حديدية، لكن لا توجد محطات. فكيف سينتقل الناس من الداخل إلى المول؟ ربما سيعتمدون على السيارات فقط، فلماذا صنعوا السكة الحديدة في البداية؟ ننتقل الآن إلى جزر العالم، وهي عبارة عن مجموعة جزر صغيرة للأثرياء الذين يمتلكون فيلاتهم الخاصة، ويبدو أن هناك جزيرة ثالثة يعملون عليها. حسناً، دعونا نناقش الأمر معاً. في البداية هم لا يستخدمون رمال الصحراء لأن حبوبها كبيرة جداً، بل يستخرجون الرمال من قاع البحر باستخدام هذه الناقلة الكبيرة. ولكم أن تتخيلوا كم الكائنات البحرية التي تباد بسبب تلك العملية. أضف إلى ذلك أن جزر النخيل تم بناؤها على قمة شعاب مرجانية طبيعية، ليس ذلك كل شيء. فوفقا لوكالة ناسا، كل هذه الجزر تغرق بمعدل 5 مليمترات في السنة، وبحسب وكالة البيئة في أبو ظبي، ففي أقصى مناخ ستغرق دبي بالكامل بما فيها الجزر. فلماذا أدفع هذا الكم الهائل من الأموال في شيء سيتدمر عاجلا أو آجلا؟ وكان أمامهم مساحة كبيرة في الصحراء، فلماذا لم يستغلوها لبناء هذا التصميم؟ لماذا لم يقوموا ببناء شكل النخلة في الصحراء بشكل مقلوب، ولم تكن ستتعرض المباني للخطر؟ أو على الأقل سيتجنبون تدمير الشعب المرجانية. وهذا ينقلنا إلى الخطوة القادمة، وهي العمران في دبي. من الواضح أن دبي وضعت اهتمامها بالكامل في بناء هذه المعالم، ولم تهتم ببناء عمران ذي قيمة في ضواحيها. لذا فهذا دليل كبير على أن هدفها الأول من وراء هذه المشروعات هو زيادة السياحة لنقل اقتصاد الإمارات بعيدا عن النفط، ونحن لا نختلف مع هذا الهدف. ولكن لماذا لا تبني شيئا ذا قيمة حقيقية وليس مجرد رمز سيختفي في أول طقس سيء يقابله، وفي الوقت نفسه سيجلب السياح أيضا؟ هل تعرفون أن 10% فقط من عدد سكان الإمارات إماراتيون، والبقية مهاجرون ومغتربون؟ وهنا تأتي المشكلة الأكبر في دبي التي تعامل الفقراء من دول العالم الثالث بشكل غير إنساني. الأمر يتم كالتالي: يتم استدراج الفقراء من الهند وباكستان وبنغلاديش من قبل الوكالات مع وعود كاذبة بأجور عالية وعمالة مستقرة، فيضطرون إلى اقتراض الأموال من الأصدقاء لتجميع كلفة التأشيرة التي تزيد عن 2000 دولار. وعلى الرغم من أن القانون الإماراتي ينص على إعادة هذا المبلغ للعمال بمجرد وصولهم البلاد من قبل الشركة، فإن هذا لا يحدث، بالإضافة إلى أنه يتم مصادرة جوازات السفر الخاصة بهم لكي يحاصروهم ليعملوا لمدة 12 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، مقابل 175 دولارا شهريا. والمحزن أن بعض العمال لا يتلقون راتبهم لشهور، وبهذا يعجز العمال عن إرسال أموالهم لعائلاتهم. أضف إلى ذلك أنهم لا يملكون المال لشراء الطعام والشراب، وهي أبسط حقوقهم في الحياة، إلى جانب أن انهيار أسعار النفط نتج عنه العديد من العمال العاطلين، ونتيجة أنهم يعيشون في مخيمات على أطراف المدينة، معتمدين على المتطوعين الذين يجلبون لهم الطعام، وفي حالة لم يتذكرهم أحد يموتون جوعاً. والأمر الذي يغص القلب أن هؤلاء المساكين لا يفصل بينهم وبين الفنادق الفاخرة وناطحات السحاب إلا كيلومتر واحد فقط. دعونا الآن نلقي نظرة على هذه التقارير. وفق مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، فإنه بين عامي 2012 ومنتصف عام 2018 كان يتوفى أكثر من 10 عمال هنود في بلاد الخليج في اليوم الواحد، ونحن نتحدث عن الهنود فقط، إلى جانب انتحار 2 منهم كل أسبوع. لا نستطيع إلا أن نقول إننا عدنا إلى زمن العبودية، ولكن هذه العبودية حديثة. انتهينا من عرض المعلومات التي نعرفها عن دبي، وإن كانت النهاية قاسية للغاية، لكن لابد من عرض الحقيقة.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد، ورابط كل المعلومات المذكورة ستجدونه في الوصف أسفل الفيديو.